أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: توفي والدي وقد حج في حياته، وقد حججت عن نفسي أكثر من مرة، وأريد الحج هذه السنة، فهل الأفضل وأنا حج لنفسي أو لوالدي؟ أنت مخير، لكن إذا حججت عن والدك فهذا من البر، هذا من البر والإحسان إلى والدك، ووالدك منقطع عمله، أنت تريد أن تصل له العمل، هذه الناحية حجك لوالدك أفضل. نعم.